رامي ياسمينة، فيك تلتقى معي محل ما بسنا بعد أول مرة؟ بعدك بتحبها؟ ما بعرف، ما عم بقدر أروح شوفها لحالي. هيك فليتي يعني ما خيفة ترجع تتعاطي؟ لا ما كان مفروض أطلع لفوق، كنت بس عم بتسلى، بعدين ما بعرف أهلي شو صار فيهم. أو أنت شو؟ في حدا اتغنم فيك أو بعد؟ طب وأنا ما بعرف شو أعمل، شو بعمل؟ تعرف؟ باكي بيجي عبالي ارجع غني. شو يا ثورجي؟ ما لقيت على مضغر هيدا؟ عندك نظام اقطاعي بالبلد، عايش انت بس ضلك مدعوس. ياسمينة منا ما طب انا لازم امشي، وين بلاقيها؟ وانا لازم ارجع على البيت توصلني؟ بعرف محل ما بعيد قدام. وين ما بعيد؟ كيف ما بعيد؟ ما تخافي.